بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، كليات الصحية، الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق إن شاء الله. بإذن الله اليوم حديثنا عن الليمفاتيك درينج اوف ذا هيد اند نيك. المنظر المعبر اللي قدامي ده تجميع من السمول جروب من الليمفينود، سواء الفورهيد، سواء الفيس، سواء السكالب، بيتجمعوا كله بيصب في الابر ديب سيرفايكال الليمفينود، وبعد كده على الرايت سايد بيحطه في مكان، وعلى الليفت سايد بيحطهم في مكان. وادي قصة الليمفينود بتاع الهيد والنك. يلا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا يا شباب، في اساسيات لازم نعرفها. Principles of lymph drainage of the head and the neck. The lymph of the area is drained into several regional groups of lymph node. ادي several group من اللمف نود. ادي several group من اللمف نود. several group من اللمف نود. ادي several group من اللمف نود. ماشي. يبقى احنا عندنا دلوقتي الليمف of the area drained into several regional group. several ادي several regional groups of lymph node. ماشي الكلام. after passing this node drain into terminal group. ادي several group. several group of lymph node. ماشي. حطت هنا في التيرمينال جروب. The regional groups. regional groups. occipital. The regional groups are number one occipital. retroauricular او mastoid. parotid. ادي البروتيد. بكل. ادي البكل. submandibular. ادي submandibular. submental. ادي submental. anterior cervical. anterior cervical. superficial cervical. هذه superficial cervical. retropharyngeal. هذه retropharyngeal. لارنجيال. ادي اللارنجيال. تراكيال. تراكيال. اللي انا عايز اقول ادي الريجنال جروبس اباوت 11 لينف نود، سواء اوكسيبيتال، ريترو اوريكولار، باروتيد، باكل، submandibular, submental, anterior cervical, superficial cervical, retropharyngeal, laryngeal, tracheal, lymph node. ادي regional group. نيجي نشوف terminal group. terminal group. ادي terminal group. receive all lymph vessels
of head and neck, either directly or indirectly via regional groups. يبقى أنا دلوقتي الريجنال جروبز كلها اللي احنا قلناهم about 11 regional groups drained into terminal groups. يبقى الريجنال الصغير اتجمع ويدى في الايه؟ في الكبير. ماشي يا شباب؟ ركز معاي، خليك ايه؟ لماح، خليك نبيه. يلا يا شباب، الترمينال جروب كلوزلي ريليتد للايه؟ للكاروتشيز، للكاروتشيز والانترنال جاجولار فين. يبقى احنا دلوقتي الترمينال جروب هتبقى في الكاروتشيز، ريليتد للكاروتشيز والانترنال جاجولار فين، والانترنال جاجولار فين. ادي الترمينال جروب اللي هي بعد كده ريفيرد تو ديب سيرفايكال جروب. يبقى انا عندي دلوقتي ريجنال جروب، ادى الترمينال جروب، ترمينال جروب ادت ايه؟ ديب سيرفايكال لينفينود. ماشي؟ يبقى انا دلوقتي بالنسبه للريجنال جروب ادتني الترمينال جروب اللي هي موجوده فين؟ ريليتد كلوزلي ريليتد للكاروتشيز والانترنال جاجولار فين، وديت اللي احنا بنسميها ديب سيرفايكال ايه؟ جروب. ديب سيرفايكال جروب. يلا يا شباب، يلا يا شباب، بعد كده الريجنال جروب اوف لينف نود هنتكلم عنها كلمتين، والترمينال جروب. يلا نشوف الريجنال جروب بتقول ايه. هنبدا بالاكسيبيتال. ادي الاكسيبيتال جروب. الاكسيبيتال نود، ادي الاكسيبيتال لينف نود موجوده فين؟ سيتويتد اوفر اكسيبيتال بون، اوفر اكسيبيتال بون، ات ايبكس في الاوف بوستيرور تريانجل، ات ايبكس اوف بوستيرور تريانجل. ادي اللي احنا بنسميها ايه؟ اوكسيبيتال لينف نود موجوده على الاوكسيبيتال بون ات ايبكس اوف بوستيرور ايه؟ تريانجل. الاوكسيبيتال لينف نود هتجيب الايه؟ هتاخد منين الليمف؟ منين؟ من الباك اوف ذا سكالب، من الباك اوف ذا سكالب. ادي الاوكسيبيتال لينف نود وادي الباك اوف ذا سكالب. يعني اي مشكله في الاوكسيبيتال جروب، ماشي، او الاوكسيبيتال لينف نود انلارجمنت، يبقى المشكله عندي في الباك اوف ذا ايه؟ سكالب. ابحث عن الباك اوف ذا سكالب. ادي الاوكسيبيتال جروب. ريترو اريكولار جروب، ادي الريترو اريكولار جروب او ماستويد لينف نود. الريترو اريكولار او الماستويد نود، ماشي، موجوده فين؟ على اللاترال سيرفيس اوف ماستويد بروسس اوف تيمبورال بون. اللاترال سيرفيس اوف ماستويد بروسس اوف تيمبورال بون، ماشي. الماستويد او الريترو اريكولار، الماستويد او الريترو اريكولار، الليمف بتاعها هيجي لها منين؟ هيجي من السكالب قدام، من السكالب، ماشي، سكالب اباف ذا اوريكل، سكالب اباف ذا اوريكل. والبوستيرير وول اوف اكسترنال اوديتري ميتس. يبقى هي الريترو اوريكولار جروب لما نشوفها اللي هي فوق الماستويد نفكر في ايه؟ في السكالب اباف ذا اوريكل والبوستيرير وول اوف اكسترنال اوديتري ميتس. يبقى انا عندي البوستيرير وول اوف اكسترنال اوديتري ميتس، ماشي، هيحط في الريترو اوريكولار جروب، والسكالب اباف ذا اوريكل هيحط في الايه؟ الريترو اوريكولار جروب. يلا يا شباب، يلا يا شباب، خليك ايه؟ لماح ونبي. يلا الباروتيد، ادي الباروتيد. الباروتيد لينف نود موجوده فين؟
وزن زبروت سالفة رجلان هذا البروت الانفلون وزن زبروت سالفة رجلان ماشي يا بروت الانفلون هتاخد الايه هذا البروت اللنف بتاعها هيجي منين اللنف بتاعها هيجي منين يا شباب اللنف بتاعها هيجي من الاسكالب اباف باروتد سليفري جلان ادي الاسكالب اهوت اباف ذا باروتد الاسكالب اباف ذا باروتد سليفري جلان والانتيريور وول اوف اكسترنال اوريتري ميتس انتيريور وول اوف اكسترنال اوريتري ميتس واللاترال سيرفيس اوف ذا اوركل واللاترال بارت اوف ايليد تاني الباروت الجروب موجودة وزن سبستانس او باروت الجلان خليك ايه نبي يبقى الباروتد على الباروتد الباروت الجروب وزن زي باروت السليفر جلان اللنف بتاعها هيجي منين ماشي اول حاجة استرب اوف ذا سكال اباف ذا باروت السليفر جلان جزء من الاسكالب اباف ذا باروت سليفري جلاند بعد كده لاترال سيرفيس اوف ذا اوركل هيحط هنا لاترال سيرفيس اوف ذا اوركل انتيريور وول اوف اكسترنال اوريتري ميتس لاترال سيرفيس اوف ايليد لاترال سيرفيس او لاترال بارت اوف ايليد النود ديت او الليمف نود الباروت الليمف نود بليز ان باروت السليفري جلاند ريسيف منين كمان الليمف فروم ذا ميدل اير فروم ذا ميدل اير ماشي يا شباب يبقى انا عندي الباروتيد سليفري جلاند نركز فيها يا حبايب مهمه جدا نركز فيها موجوده وزن ذا باروت السليفري جلاند الليمف بتاعها بصوا للاسهم اللي موجوده استرب من السكالب اباف ذا باروتد لاترال وور اوف ذا اوركل انتيريور وور اوف اكسترنال اوريتر ميتس لاترال وور لاترال بارت اوف ابر ايليد هنا الباروت السليفري جلاند هتعمل الميدل اير ريسيف الليمف من الميدل اير عشان كده enlargement of middle ear هتدينا ايه الميدل اير هتلاقي البارتو ده هنا ايه enlarged يبقى تان البارتو سيلفر جلاند موجود within the substance of barotid سيلفر جلاند Receive impulse from a scalp above the barotid. Lateral wall of the auricle. Anterior wall of external rotary meatus. Lateral part of eyelid. ويتعمل برضه the middle ear. Receive the lymph for middle ear. ايه الكلينيكال ابلكيشن اللي موجود؟ لو حصل انفكشن للميدل اير هتلاقي الباروت السليفري جلان عندك انلارجد لما يجي لك الطفل وعندك ميدل اير انفكشن يبقى تفكر في الايه في الباروتد هتلاقي انلارجد لو الباروتد انلارجد هنفكر في الاريا اللي حواليها كلها ابر لاتر بارت اوف ايليد سكالب اباف ذا باروتد lateral surface of the auricle anterior wall of external auditory meatus و middle ear يبقى عندنا دلوقتي الباروتد مهمة جدا في الكلينيكال ابليكيشن وتركز فيه يلا يا شباب يلا anterior cervical group الانتيريور سيرفايكل الانتيريور سيرفايكل situated فين
along the course of anterior jugular vein. هذه الانتيرو جاجولار فين. انتيرو جاجولار فين. هذه الانتيرو سيرفيكال above the course of anterior jugular vein. بعد كده الانتيرو سيرفيكال ماشي ريسيب ذا لينف فروم اين السكن ان سوبرفيشال تيشو in front of the neck. يبقى انا عندي لو هي دلوقتي الانتيرو سيرفيكال جروب موجوده هي هتاخد منين او هي فين الاول على الانتيرو جاجولار فين هتاخد الليمف من السكن والسوبرفاشيال تيشو in front of the neck. ادي الانتيرو سيرفيكال جروب. يعني لو الانتيرو سيرفيكال جروب دي فيها مشكله هتفكر في السكن فرونت اوف ذا نيك. لا لا يا شباب ريترو فارنجيال جروب ادي ريترو فارنجيال جروب موجوده فين في الريترو فارنجيال سبيس موجوده في الريترو فارنجيال سبيس between A pharyngeal wall والبارا vertebral fascia pharyngeal wall والبارا vertebral fascia. يبقى الريترو pharyngeal between الفارينجيال wall والبارا vertebral fascia. طيب يا ريترو pharyngeal group receive lymph from A nasal part of the pharynx nasopharynx Uditary tube, upper part of cervical vertebral column. يبقى أنا عندي دلوقتي الريتروفارينجيال سبيس أو الريتروفارينجيال جروب موجودة في الريتروفارينجيال سبيس اللي موجود بين الفارنكس فارينجيال وول أند بارا فيرتبرال فاشيا. Receive the lymph منين؟ من nasal part of the pharynx. بنسميها nasopharynx. Nasal part of the pharynx. Nasopharynx. موجود برضو في nasopharynx auditory tube and the upper part of cervical vertebral column. يبقى احنا هنا دلوقتي هتاخد من vertebral column اللي موجود في cervical part. هتاخد من auditory tube. هتاخد من nasal part of the pharynx. هذا اللي احنا بنسميها ايه الريتروفارينجيال جروب. يعني الريتروفارينجيال جروب لو حصل لها swollen هفكر في الثلاث حاجات النيزوفارينx الاوتري تيوب cervical part of vertebral ايه column. يبقى ادي الفيرتبرال كولم افكر فيه افكر في الاوتري تيوب افكر في النيزوفارينx. يبقى النيزوفارينx والاوتري تيوب والأبر بارت بتاع السيرفيكال فيرتبري هيحطهم في الريترو فارينجيال ايه جروب. يلا يا شباب يلا يا شباب اللارينجيال جروب لارينجيال لمفينود موجوده فين فرانت اوف لارينكس اون كوريكو سيرويد ليجمنت موجوده في الفرانت اوف لارينكس. ادي اللارينجيال جروب موجوده في الفرانت اوف لارينكس فرانت اوف لارينكس ماشي on كريكوسيرويد A ligament receive the inverse بقى هما اثنين او ثلاثة نوت found in front سيرو هيويد ممبرين one or two small نوت might be found on سيرو هيويد ممبرين. يبقى اللارينجيال نوت زي موجودة front of larynx بعد كده واحدة او اثنين من الليمف نوت موجودة front السيرو هيويد ايه ممبرين. ريسيف الامبلسز منين ريسيف الليمف منين من الادجاسنت ستراكشر الستراكشر القريبه منه وهتبعتها للديب سيرفايكال ليمف نود. يبقى اللارينجيال ليمف نود هتاخد من النير ستراكشر ماشي او الادجاسنت ستراكشرز
وتبعتها للديب سيرفايكال لينفينود. يلا يا شباب ادي اللارينجيال جروب، تراكيا الجروب، ادي تراكيا الجروب، يا تراكيا الجروب موجود على اللاترال وور اوف تراكيا، بنسميها بارا تراكيا النودز، بنسميها بارا تراكيا النود اللي احنا بنسميها ايه على اللاترال وور بارا تراكيا النود او لينفي نود، موجوده في الفرنت اوف تراكيا بري تراكيا لينفي نود، بري تراكيا لينفي نود. يبقى التراكيا النود عندي حاجتين اتنين، بارا تراكيا وبري تراكيا، بارا تراكيا على اللاترال وور اوف تراكيا، بري تراكيا فرنت اوف ايه تراكيا. يلا يا شباب ريسيف الليمف فروم ايه نيجرابينج ستراكشر انكلودينج ايه ثايرويد ايه جلاند. يبقى الاستراكشر القريبه منها هتاخد منها ايه الليمف زائد الثايرويد ايه جلاند. ادي تراكيا الليمفينود، لما تيجي تسير تراكيا الليمفينود ماشي تفتكر حاجتين اتنين، على اللاترال وول اوف تراكيا نسميه بارا تراكيا الليمفينود، فرانت اوف تراكيا بنسميه بري تراكيا الليمفينود ماشي. ودي بتاخد الليمف من نيجربنج استراكشر. خليك ايه لما ادي تراكيا الايه الليمفينود. يلا يا شباب نشرب الشاي، ناخد نفس عميق، نتحرك، نقوم يلا ونخش على ايه الديب سيرفايكال لينفينود. ادي الديب سيرفايكال لينفينود، الديب سيرفايكال لينفينود ماشي، الديب سيرفايكال لينفينود هيت شايفين كله بيتجمع فين، الباروتيد بتتجمع فين، الريترو اوريكولار بتتجمع فين، الاكسيبيتال، السوبرفيشال سيرفايكال، السبمانديبولار، السبمنتال والسبمانديبولار والانتيرو سيرفايكال واللارينجيال والتراكيال، كله بيتجمع في الديب سيرفايكال لينفينود. يبقى الديب سيرفايكال لينفينود عباره عن تشين along course of internal jugular vein اللي هو from the skull to the neck. الديب سيرفايكال لينفينود من النك من السكال من الاسكال للروت اوف ذا نيك، ادي اللي احنا بنسميه ايه ديب سيرفايكال لينفينود. يبقى الديب سيرفايكال لينفينود فورم تشين along سلسله along ذا انترنال جاجولار فين فروم ذا سكال تو ذا روت اوف ذا نيك. قال الديب سيرفايكال لينفينود تبقى تعرف ان هي سلسله ماسكه من الاسكال للروت اوف ذا نيك، وبيصب فيها كل الريجنال جروب، ادي باروتيد بتصب فيه، ادي ريترو روكر بيصب فيه، ادي اكسيبيتال بيصب فيه، ادي سوبرفيشال سيرفايكال بيصب فيه، ادي سبمنتال، ادي سبمنديبولار، ادي انتيرو سيرفايكال، ادي لارنجيال، ادي تراكيال ايه نود اللي احنا بنسميها الديب سيرفايكال جروب اللي هي من السكال للروت اوف ذا نيك اللي احنا بنسميها ديب سيرفايكال لينفينود. ده سلسله من السكال لغايه الروت اوف ذا نيك. الديب سيرفايكال لينفينود امبيدد في الفاشيا اوف كاروتي تشيز ان تيونكا ادفنتيشيا اوف ذا انترنال جاجولار فين. يبقى احنا الديب سيرفايكال لينفينود اهي اللي ماشيه ديت على لونج الانترنال جاجولار فين، محطوطه في الايه الفاشيه بتاع الكاروت تشيس والادفنتيشيا بتاع الانترنال جاجولار فين. يلا يا شباب معظم الديب سيرفايكال لينفينود الانتيرو لاترال اسبيكت اوف ذا انترنال جاجولار فين. معظم الديب سيرفايكال لينفينود موجوده فين؟
anterolateral aspect of internal A jugular vein. يلا شباب يلا شباب هنخش بعد كده من الديب سيرفيكال لينفينود جاجيلو ديجاستريك وجاجيلو اوموهايويد جاجيلو ديجاستريك اند جاجيلو اوموهايويد. الجاجيلو ديجاستريك تو نوتس ريفيرد كلينيكالي اند كول جاجيلو ديجاستريك اند جاجيلو اوموهايويد. جاجيلو ديجاستريك اند جاجيلو اوموهايويد لمفينود ادي جاجيلو ديجاستريك بلوزة بالسيروبيل اوف ديجاستريك مصر. ادي بلوزة بالسيروبيل اوف ديجاستريك مصر تمام من اسمه. Behind the angle of the mandible. Jaguar the gastric. Below the cerebelli. The gastric. And behind the angle of the mandible. Behind the angle of the mandible. Jaguar the gastric. Concerned with a lymphatic drainage of the tonsil and the tongue. تونسل اند تن. يعني لما يجي لك عيان بتونسلايتس تفحص على طول الجاجيلو ديجاستريك اللي هي موجوده على البوستيري بولي اوف ديجاستريك مصر. هذا اللي بنسميه جاجيلو ديجاستريك لينفينود. الجاجيلو ديجاستريك هتاخد تركز في التن والتونسل. طب الجاجيلو اوموهايويد الجاجيلو اوموهايويد اهي الجاجيلو اوموهايويد اهي ريليتد للايه؟ انترميديات تندن اوف اوموهايويد. ادي الانترميديات تندن اوف اوموهايويد مصر. ادي الجاجيلو اوموهايويد تفتكر على طول الايه؟ التندن بتاع الايه؟ الاوموهايويد. انما الجاجيلو ديجاستريك هتفتكر البوستيريور بيلي البوستيريور بيلي اوف ديجاستريك ايه؟ مصر. اما الجاجيلو اوموهايويد ماشي الانترميديات تندون اوف اوموهايويد ايه مصر تفتكر برضو الاوموهايويد برضو جاجيلو اوموهايويد ماشي الليمف بتاعها درين زطن. يعني ما يحصل انلارجمنت في الاوموهايويد سواء جاجيلو اوموهايويد في الجاجيلو اوموهايويد او جاجيلو ديجاستريك هتركز في التنج كانفكشن والتونسل كانفكشن. لو في تونسل يبقى جاجيلو ديجاستريك ماشي. لو في اوموهايويد جاجيلو اوموهايويد هتبقى التنج. جاجيلو ديجاستريك تنج وتونسل والاوموهايويد تنج. يلا يا شباب يلا يا شباب بعد كده الديب درينج اوف ديب سيرفيكال ليمف جروب. ديب سيرفيكال جروب الديب سيرفيكال ليمف نود قلنا ريسيف الليمف فروم ايه نيجرابينج ستراكشر اند فروم اور اذر ريجيونال ليمف نود اوف ذا هيد اند نيك. يبقى الديب سيرفيكال ليمف نود هتاخد من نيجرابينج ستراكشر وكل الريجيونال ليمف نود بتاع الهيد والنيك. طيب يبقى انا عندي دلوقتي لو انا عندي دلوقتي الديب سيرفيكال اهيت الديب سيرفيكال قلنا ان ديت الديب سيرفيكال كل الريجنال لينفينود هتحط فيه بري اوروكيلا هيحط ريترو اوروكيلا هيحط اوكسيبيتال هيحط جاجيلو ديجاستريك هيحط جاجيلو اوموهايويد هيحط سوبرفيشيال ماشي بريتراكيال ريتروتراكيال هيحط فيه وبعد كده هي هتحط فين في الجاجولار لينف ترانك. ادي الجاجولار لينف ترانك
يبقى الديب سيرفايكال لينف نود هتجمع من كل الاستراكشر اللي حواليه والريجنال لينف نود اللي حواليه بتاع الهيد والنك, وهتحط في الايه في الجاجولار لينف ترانك. ادي الجاجولار لينف ترانك ماشي, ادي الجاجولار لينف ترانك. الدرينز ذيس فيزلز درينز انتو ثوراسيك داكت ماشي على الليفت سايد اند رايت لينف ايه داكت. يبقى الجاجولار لينف ترانك هتحط اللي في الايه في الرايت لينف داكت على الرايت سايد والثوراسيك داكت على الليفت ايه سايد. يبقى احنا كده قلنا ان السيرفايكال خدت من كل الجروبز والريجنال لينف نود وحطت في الجاجولار لينف ترانك, والجاجولار لينف ترانك حط فين على الرايت لينفاتيك داكت وعلى الايه الثوراسيك ايه داكت. يلا يا شباب يلا يا شباب. بعد كده الرايت داكت الرايت لينفاتيك داكت هتحط في السبكليفيان رايت سبكليفيان ترانك. الرايت سبكليفيان ترانك والليفت سبكليفيان ترانك الاثنين, يبقى انا عندي الثوراسيك داكت حطت في الليفت سبكليفيان ترانك, يبقى الثوراسيك داكت حصلت في الليفت سبكليفيان ترانك والليمف ترانك والرايت ليمف ترانك حصلت في الرايت سبكليفيان ترانك الاثنين هيحطوا بريكيوسيفاليك فين الرايت والليفت. الاثنين هيحطوا في البريكيوسيفاليك والبيروكوسيفاليك رايت والليفت هيديني ايه السوبيروفينا كاف. تاني الديب سيرفايكال جروب قلنا هتاخد الليمف من كل الاستراكشر اللي حواليها, ركز معايا, والريجنال ليمف نود وبعد كده هتكون جاجولار ليمف ترانك. الجاجولار على الرايت هيحط في الرايت لينف ترانك لينف داكت وعلى الليفت هيحط في الثوراسيك داكت وعلى الليفت هيحط في الثوراسيك داكت وادي الرايت لينف ايه لينفاتيك داكت. يبقى الجاجولار على الناحيتين, على اليمين هيحط في الرايت لينف داكت وعلى الشمال هيحط في الثوراسيك داكت, والاثنين الثوراسيك داك والرايت لينف داك هيحطوا فين في السبكليفيان لينف ترانك. ادي السبكليفيان لينف ترانك رايت سبكليفيان لينف ترانك وليفت سبكليفيان ايه لينف ترانك. يلا يا شباب والاثنين هيحطهم في البريكيو ايه سيفاليك. يلا يا شباب في بعض الحاجات الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف سيرفايكال لينف نود يلا نعرفها. يبقى الليمفاتيك درينج اوف اورجان اور ريجون جريت كلينيكال امبورتانس. اكزامينيشن اوف بيشنت حاجات مهمه بقى ماي بي ريفيل انلارجد ليمف نود ماشي الكلام. الفيزيشن ماشي ديترماين ذا كوز والكلام ده احنا قلناه. يبقى لو حصل انلارجمنت في جلان هنعرف الكوز الريجونال جاي منين وبتصرف ايه. يلا يا شباب يلا يا شباب على سبيل المثال سبمانديبولار ليمف نود لو حصل لها انلارجمنت
السبب يكون ايه؟ باثولوجيكال كونديشن، سواء موجود في الفي في السكالب في الفيس والماكسيلري ساينس او التانج. ادي السبمانديبولار ايه لينفينود. حصل لها انلارجمنت، يبقى افكر فين؟ في السكالب، افكر في الفيس، افكر في الماكسيلري ساينس، افكر في التانج. وقلنا قبل كده الجاجيرو داجاستريك، ماشي، الجاجيرو داجاستريك لو حصل فيها مشكلة، الجاجيرو داجاستريك لو حصل فيها مشكلة يبقى افكر في ايه؟ افكر في ايه يا شباب؟ كلمهم التونسل والطنج. طب الجاجيرو ام هايين لو حصل فيها مشكلة افكر في الطنج. طب لو الباروتيد، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، حصل فيها مشكلة انلارجمنت، افكر في اللاتر بارت اوف ذا اي والسكالب واللاتر سيرفيس اوف ذا اوركل والانتيريور اوف اكسترنال اوديتور ميتس وهكذا. الاوكسيبيتال اللي حصل لها انلارجمنت، او الريترو اوركل اللي حصل لها انلارجمنت، الاوكسيبيتال اللي حصل لها انلارجمنت، اراجع بقى اللي انا شفته واحفظه. وكل منطقه لها ليمفاتيك ايه درينج. التوز على سبيل المثال، سبمنتال لمفينود، يلا يا شباب، وهكذا. انني في كل اريا ماشي ديسكفر ذا كوز، اشوف اللمفينود اللي قدامي، اللمفينود اللي قدامي سواء بص ريكور الرهيت مثلا، افكر في السكالب اباف ذا اير، البري اوركولر افكر فوق، الباروتيد، الاوكسيبيتال، وهكذا. كل منطقه افكر في الليمف جاي منين. يلا يا شباب ركز معايا، خليك نبي، دي حته نباهه بقى، ده جغرافي، ده التشريح اللي انت تفهمه زي ما هو عايز. يعني جات الباروتيد افكر في الاريا اللي حواليه، جات الديب سيرفايكال ليمف نود افكر في الاريا اللي حواليه، جات الايه جاجيرو داجاستريك افكر ايه اللي بيحطه فيه، السبمانديبولر افكر ايه اللي بيحطه فيه، السبمنتال افكر في ايه اللي بيحطه فيه، ماشي يا شباب؟ وهكذا التشريح. عايز تفتح مخ وتفهم هو هو سهل. نيجي نعمل اكزامينيشن للسيرفيكال ليمف نود، دي بعض الاكزامينيشن اللي موجود. الاكزامينيشن هتبقى انت خلف العيان، اكزامين فروم بهايند ذا بيشنت، اكزامينيشن ميد ازر اسكينج ذا بيشنت تو فليكس النك سلايتلي، ماشي، تقول له وطر رقبتك عشان تو ريديوس التنشن اوف مسل. الجروب اوف ليمف نود اكزامين ديفينيت اوردر تو افويد اوميتنج اي. After identification of enlargement of lymph node هتعرف ايه السايت اوف انفكشن اللي كان جاي لها منين، ماشي. وادي ازاي احنا هنفحص اللمف نود، ادي صور بنفحص اللمف نود ازاي. هنا عندي هنا ايه الصوره ايه ديت، ماشي، هفحص السبمنتال لمف نود. بي اند سي along the anterior border of sternomastoid. D supraclavicular. E along the accessory A nerve. هذه بعض الصور اللي انت هتاخدها في الكلينيكال وهتهتم بها في الكلينيكال. Swallowing بعض الصولينج في الليمفينول. هذه الجاجل والجاستريك. ماشي؟ يبقى جاكرو ذا جاسكن لارجر افكر في التانج والايه والتونسل. ادي جاكرو ذا جاسك، راجع بقى نفسك بقى، سولونج في سبمن ايه سبمن ديبولر، ارجع وشوف السبمن ديبولر دي بتحط فين وايه اللي بيجي لها. يلا
البسوريا ترى ينقل يرجع ويشوف ايه اللي بيحط فيها. وهكذا يا شباب. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.